صباح الخير جميعا، كيف حالكم؟ إنه من الجيد أنني شعرت كأني مسافر معكم في البحر. أنا اليوم سأذهب إلى السماء وليس إلى البحر. هل تودون الذهاب معي إلى السماء؟ الشمس والقمر التقوا وتحدثوا لفترة طويلة. أنا كنت سعيدا لامتلاك الكثير من الأصدقاء تحت السماء، ولكن لم يكن هناك أصدقاء للعب في السماء. القمر سأل الشمس: ما نوع الأصدقاء الذي دعوتهم إلى السماء؟ الشمس أجابت: سيكون من الرائع إن دعوت العصافير. إلى جانب ذلك، أنا يمكنني أن أرافق الناس الذين على الأرض. أوه، ولكن ماذا حدث؟ كانت هناك عصفورة صنعت عشا في شجرة كبيرة وكانت تطير إلى عصفور صغير. من كان صديقك الجديد؟ صحيح، لقد حاولنا دعوة عصفور في السماء. العصافير كانوا يصنعون أعشاشا. أحدهم كان يعلم أن العصفور سيتم دعوته مسبقا اليوم وغدا. أنتم وأنا سنقوم برسم واحدة أخرى، لذا فلنبدأ. أولا ورقة، قلم رصاص، ممحاة. أوه، أنا لدي أقلام تلوين. سأحاول أن أجعل العصفور كبيرا أولا. دائرة أولا ثم سأرسم دائرة مطولة بجانبها. إنها الوجه وهذا الجسم. أرسم منقارا بجانب وجهها وفوق الجسم أرسم الأجنحة بدائرة، ثم أرسم دائرة طويلة بجانب الذيل. الآن ثم فوق الجناح هذا على شكل الغيمة أرسم خطوطا مدورة. من فضلكم أرسم خطا بنهاية الذيل، وبواسطة الممحاة هنا إذا محوتها الشكل الجديد سيكتمل. أرسم منقارا كهذا، وأخيرا سأرسم عيونه. لونت الرموش هذه المرة. أرسم شجرة كبيرة بجانبها. هذه المرة سأرسم شجرة عالية تنمو من الأرض إلى السماء. إذا رسمتم خطا من الأعلى إلى الأسفل، إنه كله خشب، أليس ذلك رائعا؟ ومربع كبير بجانبها. ثم سأرسم مربعين كبيرين. إذن هذا غصن. دعني أحاول رسم بعض الغيوم في السماء. يوجد غيمة كبيرة بجانب هذه الشجرة الكبيرة. أرسم غيمة صغيرة وغيمة أصغر. إذن دعونا نحاول تلوينها الآن. سألون وجه وجسم جديد بالبرتقالي. إذن لونوا الوجه أولا. ولونوا جوانب الجسم. نعم، الوجه والجسم ملونين بالبرتقالي. ماذا عن أجنحتك الزرق؟ في السماء الزرقاء لونت هذا الجناح.
هنا القاعدة، سأمزجها بالأخضر. ثم تم الانتهاء من الأجنحة ذات اللونين. نعم، دعونا نلون الذيل باللون الأزرق. لونوا بالأزرق. سألون المنقار باللون الزهري. نعم، يجب أن نلون الشجرة الكبيرة بجانبها. لونوا الشجرة الكبيرة باللون الأحمر أولاً. لأن الشجرة كبيرة، من الصعب تلوين كل الشجرة بالتفاصيل. من فضلكم، لونوا بشكل واسع. سألون هنا. من فضلكم، لونوا الأغصان تحت. نعم، إذن عندما تنظرون إلى الشجرة، يمكنكم رؤية المزيج على الشجرة تماما كهذه. إنه من الجيد إظهار المزيج على الشجرة بواسطة الخطوط الصغيرة. أظهر مزيج الأغصان. نعم، أخيراً سألون الغيوم. هذه المرة لن ألون جميع الغيوم. بمحاذاة الخط المرسوم بقلم الرصاص سأظهره. أنا أرسم غيمة أخرى. أخيراً، حاولت بها بواسطة لون زهري غامق. وإن كان مملاً هنا، يمكنكم وضع الغيوم بألوان مختلفة معاً. لدي ألوان أكثر كهذه، لذا أصدقائي الغيوم سعيدون جداً. نعم، لا يمكنني رؤية عيونها هنا. سيكون من الرائع رسم واحدة أخرى كهذه على ورقة الكربون. نعم، إنها منتهية. كيف كان درسكم اليوم؟ ماذا عن رفع العصافير في قلوبنا؟ إذا رفعتم العصافير الطائرة في السماء إلى أعلى درجة في قلوبكم، يمكنكم حقاً الشعور بها تطير. نعم، يمكنكم رسم صورة أكبر لأجنحة عصافيركم. ارسموا أشياء صغيرة ولذيذة ومختلفة. حسناً، أراكم في الأسبوع القادم.